معايا كوباية الا ربع من السكر، كوباية كاملة من الحليب بدرجة حرارة المطبخ، كوباية الا ربع من الزيت النباتي، معايا هنا باكت من الايس كريم الباكت العادي اللي في السوبر ماركت، رشة من الفانيليا. دلوقتي هضرب المكونات دي كلها كده بالهاند بلندر لحد ما القوام يبقى تقيل معايا. هاخد مقدار كوباية من الخليط بتاعي بعد ما ضربته كويس بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هضيف 3 حبات من البيض، معلقة من الخل، هنخفقهم المرة الأخيرة البيض مع المكونات السائلة. دلوقتي بقى معايا كوباية ونص من الدقيق المنخول، طبعا عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة من الملح او ربع معلقة صغيرة. هقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا. دلوقتي بقى هنصب الخليط بتاعنا. دلوقتي بقى هنحط الخليط بتاعنا ده في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط بالشكل ده كده. هيقعد في الفرن تقريبا نص ساعة و5 دقايق لان الطبقة مش عالية قوي، طبعا لو عاملين في قالب اصغر من ده هياخد مدة اطول. وكده بعد الكيك بتاعتنا ما طلعت من الفرن شايفين قد ايه هشة، هسيبها بس تبقى بدرجة حرارة المطبخ. دلوقتي بقى هقلبها بعد ما قلبتها اعلم كده بالمسطره، انا عايزاها 5 سنتي بالشكل ده كده، هعمل بس بالسكينه كده. دلوقتي بعد ما علمت بالسكينه هقطع بقى بالطول بالشكل ده كده. لو شايفين ان ممكن ما تثبتش معاكم او ما تظبطش، سوري، ممكن ناخد المقاس من هنا كمان، لكن انا خلاص كده انا علمت، خلاص بمشي على العلامة اللي انا علمت عليها. دلوقتي هرجع اعلم كمان نفس ال5 سنتي، انا عايزاهم كيكات مربعين، لو انتوا عايزينهم مستطيلين دي حرية شخصية، بس انا يعني عملت مستطيل كتير فحبيت اغير شوية. طبعا لو عايزين الكيك تكون ظابطة معاكم اكتر من كده هنبيتها ليلة، مش هنشتغل فيها على طول في نفس اليوم. بقى بعد ما قطعتها شايفين بقى الجمال ده، هقسمها من النص. طبعا انتوا لو انتوا الكيكة قاعدة معاكم مثلا اقل حاجة 3 4 ساعات او بيتة هتقسموها من غير ما تقطعوها قطع صغيرة كده بالشكل ده كده. دلوقتي رصيت الكيك بتاعتي كده القاعدة زي ما احنا شايفين، الكيك حلو جدا طري جدا، فانا مش هسقيه، هعمل الكريمة على طول. دلوقتي هحط كوباية الا ربع من المية الساقعة، معلقتين كبار من الكريم شانتي، معلقة من الباستري كريم. هاخد بقى كل المكونات دي، وده كريم شانتي خام علشان انا لسه هحط الصوص اللي احنا شلناه في الاول. دلوقتي بقى الصوص بتاعنا كان في الفريزر شايفين اتجمد شوية ازاي، فانا هشيل شوية منه احطهم على الكريمة بتاعتنا تقريبا نص الكوباية بالشكل ده كده، وهسيب النص الباقي. دلوقتي هضيف كمان معلقتين كبار مليانين من الكراميل، طبعا اللي احنا حابين نضيفه ممكن نضيفه، ممكن نضيف نوتيلا او لوتس او اي حاجة احنا بنحبها، طبعا عايزين نسيبها سادة مفيش اي مشكلة خالص. هرجع بقى اخفق كل المكونات دي مع بعض تاني. شايفين بقى كده الكريمة بتاعتنا بقت جاهزة معانا بالقوام ده، حلوة جدا سمكها حلو قوي كده. دلوقتي بقى انا هنزل بالكريمة بتاعتي بالشكل ده كده، عايزين نفردها بالسباتيرا مفيش اي مشكلة خالص، بس انا عشان زي ما قلت لكم ان الكريمة لسه صبحة معايا ما تفرفتش معايا بالسباتيرا، فانا بحاول على قد ما اقدر احافظ عليها. وطبعا انتم مش مضطرين خالص تعملوا كل اللي انا بعمله ده لو الكيك بتاعتنا باتت ليله زي ما قلنا او قعدت على الاقل 6 او 8 ساعات. دلوقتي بقى هفرد الكريمه بالراحه جدا،
مش يعني بحاول على قد ما اقدر ما المسش الكيك بالشكل ده. دلوقتي بعد ما فردت الكيك، انا طبعا عارفة انا قطعت ازاي وهرص ازاي، فبرجع بقى كل قطعة مكانها بالشكل ده كده. هرجع كل صينية كده بقى. بعد ما غطيت الكريمة بالسطح الفوقاني، حطيت بقى طبقة كده من الكريمة، مش عايزاها كتير قوي عشان لسه عندي المروار بتاعي بالشكل ده كده. هحاول افردها على قد ما اقدر. وبكده بقى انا سويت السطح بتاعي بالشكل ده كده، نسيبه بمسطرة او اي حاجة ناشفة عندنا بالشكل ده. دلوقتي بقى هحطها في الفريزر مدة ما تقلش عن 3 4 ساعات. معايا معلقتين من المية، مية عادية خالص من الحنفية، عليهم معلقة كبيرة من الجيلاتين. هقلبهم كويس واسيبهم على جنب. دلوقتي هنسيب الجيلاتين بتاعنا على جنب وهنروح على النار. دلوقتي هحط كوباية من السكر، هفردهم بس كده، وعليهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. دلوقتي عسل الجلوكوز ابتدى يغلي معانا، هحاول بقى ابعده شوية كده واقرب السكر لحد ما يبتدي يتكرمل. كل السكر اللي معايا ده يسيح ويتكرمل معايا. دلوقتي السكر والجلوكوز دابوا مع بعض على النار بالشكل ده كده. طبعا التقليب مستمر، نار هادية جدا. عندي هنا نص كوباية من المية السخنة، شوية شوية، كل ما شوية اللي انا نزلت بيهم يدوبوا بنزل بشوية تانيين غيرهم. دلوقتي بعد ما انزل بكل كمية المية هفضل اقلب فيها لحد ما كل السكر اللي مش متكتل ولكن نوعا ما لسه ما دابش كويس يدوب وكمان يتكثف كده معايا كده. بعد السكر ما داب معايا كويس، معايا هنا نص كوباية من المية بدرجة حرارة المطبخ او من الحنفية، عليها معلقة كبيرة من الكريم شانتيه وضربتهم بالمضرب. هنزلهم كده بالراحة، طبعا لو عندنا كريمة لباني ممكن نستغنى عن الكريم شانتيه المضروب ده. ومعايا هنا كمان تلت كوباية من الشوكولاتة البيضة، هفضل اقلب بقى المكونات كلها لحد ما تتجانس مع بعضها. دلوقتي فضلت اقلب لما بقى القوام متجانس بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هنزل بالجيلاتين بتاعي واطفي النار وادوب بقى الجيلاتين على حرارة الكراميل. دلوقتي بقى هنصفي المروار بتاعنا بالشكل ده كده وهنسيبه يهدى على جنب. وبكده المروار بتاعنا بقى جاهز معانا. شايفين بقى، شايفين اللمعة الحلوة دي؟ حلو جدا وسهل وبسيط ومش مكلف قوي. ننزل بالمروار بتاعنا بالشكل ده كده على سطح معلقة، هوزع على الصينية كلها. انا كده بظهر المعلقة بطريقة بسيطة جدا، بحاول اخد كل شوية كده من المروار اللي انا عملته. عايزة يديني تجزيعة مع الكريمة بس مش تجزيعة كبيرة برضو، عايزة اللمعان بتاع المروار بتاعي يبان بالشكل ده كده. بشكل عشوائي طبعا. دلوقتي بقى هنرجع الجاتو بتاعنا الفريزر كمان شوية. وكده بقى الجاتو بتاعنا بقى جاهز معانا. بصوا سهل جدا ومش مكلف، يعني الايس كريم كمان مدي طعم حلو قوي. عملنا كام قطعة جاتو؟ تقريبا 24 من ولا حاجة، يعني حاجات بسيطة جدا. وصفة حلوة قوي، ياريت تجربوها، واللي جرب الوصفة وتعجبه ياريت يسيب لي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.